اسمعي بقى لما اقولك. انت اللي تسمعني وتسكت خالص. انا زهقت منك ومن تصرفاتك. طول عمرك بتفكر بتفكير متسرع لحد ما كلنا هنروح في 60 داهية بسببك. ما تحاوليش تغطي موقفك بانك تتهميني. انت لازم تردي على سؤالي. حكايتك مع مجاه. انت عارف حكايتي معاه كويس قوي. انا شفتكم النهارده على الكورنيش. شفتكم النهارده بعناية. انت بتتجسس عليا؟ طب كويس قوي. خلاص استريح. من هنا ورايح ما عنتش هروح له البيت ولا هيشوفني. ازاي؟ لان البوليس بيراقب وشافوني معاه. وقطعا شافوك انت كمان معانا. واكيد استنتجوا انك انت معانا في تدبير الخطه. انا مش ممكن. ما انت تقدر تقول لهم الحقيقه. اي حقيقه؟ ايه اللي بيخليك تروح لمجاهد؟ فهميهم انك انت بتحاولي تكتشفي دليل ضده على انه هو اللي قتل جوزك. علشان يصدقوني لازم اجيب لهم الدليل على كلامي. ادخل يا هانم. الورقه دي لقيتها بدله من بدل المرحوم. هات. شكري. رافت ومجاهد كانوا يعرفوا بعض. مجاهد كان يعرف جوزك؟ ازاي؟ فيها ايه الورقه دي يا دلال؟ وصل جواب مسجل مبعوث من باريس للقاهرة. اسم الراسل رأفت الشربيني. اسم المرسل إليه غريب. اللي يخلي رأفت يراسل واحد زي مجاهد؟ أكيد بينهم سر. السر ده هو اللي خلى مجاهد قتله. لا ما ظنش مجاهد يعمل حاجة زي دي. أمال إيه أنكر في التحقيق يعرف؟ ده السر اللي انا مش قادره اوصل له. مش عارف. لكن البوليس هيعرف. بوليس؟ كان ايه يا دلال؟ مش معقول يبقى في ايدك دليل خطير زي ده وتترددي لحظه واحده في انك تقدمي للنيابه. انا هاتي الورقه. لا الورقه دي هتفضل معايا انا. حتى من السجن المفروض بدل ما تضيعي وقت كان لازم تكون دلوقتي في البوليس وتقدمي الورقه دي للمسؤولين. ولا انت مبسوطه من تهديدات مراد لنا؟ لا انا مش مبسوطه. بس انا دلال تقول لك ايه؟ مراد ممكن يبلغ عننا في اي وقت. المشنا قريبة من رقبتي ورقبتك. الورقة دي ربنا بعتها لنا من السماء ولازم نستغلها. وفورا فورا يا دلال فورا. من فضلك عايز اقابل ضابط المباحث. حاضر يا فندم. دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. دقيقة واحدة. تمام يا فندم. حرم المرحوم رأفت الشربيني. خليها تتفضل. تفضلي يا اخي. ادخل. تمام يا فندم. امال هي فين؟ مشيت يا فندم. مشيت تاني؟ ده لعب عيال بقى. يا فندم انا هفهم حضرتك. يا فندم اصل هانم اعصابها رقيقه لدرجه انها ما تتحملش تواجه اي موقف يفكرها بحادثه المرحوم. طبعا ده السبب يا فندم. امال ايه اللي يخليها تيجي الاسم مرتين وتمشي؟ يا فندم خايفه لاعصابها تنهار. صدقني ارجوك. حضرتك تشرف في اي وقت. بس ارجوك ارجوك ما تكونش زعلان. تحت امرك يا فندم. مع السلامه. ايه الهدوم اليافه دي؟ يا مجاهد يا مجاهد سيبك من الهدوم دلوقتي وكلمني بصراحه. الله، اول مره تناديني باسمي وما تقوليش يا حضره الصول. تسمحي لنا كمان اقول لك يا سونا؟ ارجوك يا مجاهد نتكلم في المهم. مهم؟ انت ايه حكايتك يا سونا؟ في حاجه شغله بالك؟ وكلمه واحده منك هي اللي هتريح بالي. انت عرفتي؟ طبعا. بس عايزاك انت اللي تقولي الحقيقه بنفسك. صدقيني يا سونا انا كنت عاوز اعترف لك من زمان لكن ما كانش عندي الشجاعه اللي اقول لك. لكن ما دام عرفت الحقيقه اللي كنت مخبيها عنك يبقى لازم اعترف لك. اتكلم يا مجاهد. قول كل اللي عايز تعترف بيه. اتكلم. انا عشت اكتر من 20 سنه ما فكرش في الجواز. لكن لما شفتك وحسيت باخلاصك وطيبة قلبك قلت دي الهدية اللي ربنا بعتها لي
بعد طول صبري، وحسيت انك انت الانسانة الوحيدة اللي تقدر تعوضي لي السنين اللي فاتت من عمري. تتجوزيني يا سونا؟ تاني مرة تعملها يا شكري، تاني مرة تعملها لدرجة ان الضابط المباحث ابتدى يشك فيها، وضروري هيجي الدور عليك، وانا ساعتها طبعا مش هودي نفسي في داهية. لو البوليس سألني مش هقدر اقاوم ضميري، وهقدم له كل الادلة اللي عندي. لا، ده الدليل اللي معاها. سيجارة؟ لا متشكر. اغفر على ايه؟ كان نفسي اشوفك بعد ما تعدي الظروف اللي احنا فيها دي، اشوفك انت وهي متجوزين. انا متاكد ان انت الانسان الوحيد اللي هيسعدها بعد العذاب اللي شافته مع المرحوم. يا ريتها توافق، بس مش عارف يا اخي، متهيألي انها بتدبر حاجه تانية خالص. زي ايه؟ مش عارف، بس برضو انت راجل ذكي وتقدر تفهم. هي مش كانت في الاسم؟ ايوه. طب ايه اللي خلاها ما تقابلش ضابط المباحث اللي هي رايحاله؟ ايه اللي خلاها تمشي؟ متهيألي يا شكري هي فكرت ولقت المقابله دي مش في صالح الخطه اللي هي مدبراها. اي خطه؟ ولو كانت عايزاك تعرفها كانت قالت لك عليها يا حبيبي، انما ده حاجه خاصه بيها لوحدها. متهيألي ده شيء خاص بمستقبل انت مالكش مكان فيه. انا طبعا مستعد اساعدك زي ما ساعدتك قبل كده، واسمح لي يا اخويا كل شيء بتمنه لحسن تفتكر ان انا بضحك عليك او بحاول اوقعك في الكلام. انا مستعد ادفع لك اللي انت عاوزه لو تقف جنبي وتقنع دلالني اني اتجوز. ما انا بقول لك يا ابن الناس مستعد اساعدك، بس اعمل ايه وانا ما اعرفش اللي بينكم؟ ما اعرفش متفقين على ايه، نويتوا على ايه؟ مش يمكن متفقين على حاجه انا مش عارفها؟ بتهيألي لازم ابقى على نور عشان اتفاهم معاها وانا ضميري مستريح. أنا هقول لك على حكاية الوصل يا مراد. قول يا شكري. صدقني يا بابا، أنا لو كنت أعرف أظهرت لكنت سمعت صوتي للشارع كله. أيوه، اعملي لي فضيحة بقى. فضيحة ليه بقى؟ إحنا بنعمل حاجة غلط؟ أكيد الناس هتقول الراجل ده اتجنن، داخل السجن وعايز يتجوز. أبلة سونا دي وشها حلو قوي علينا، وأنا حاسة إن براءتك هتظهر على إيديها إن شاء الله. أنا فعلا شايف كده، أنا بتفائل بيها قوي من يوم ما دخلت البيت وأنا قلبي انفتح لها. ولما مختار يعرف الخبر ده هيفرح موت موت. تفتكري؟ طبعا. أنت عندك شك في ده؟ جايز حاجة تضايقه عشان البيت هيبقى فيه مرات أب. مرات أب؟ هو لازم يعني كل مرات أب تبقى وحشة؟ ما ياما في ولاد عاشوا مع مرات ابهاتهم حبتهم زي ما يكونوا ولادها بالظبط. ايوه، هيسونا بالصنف ده بالظبط. وانا متاكده. الحقيقه انا كنت خايفه صريحه، لكن هي اللي شجعتني. ياما قلت لك ان اي ست تعرفك على حقيقتك تتمنى انها تتجوزك وتعيش معاك طول العمر. انا ما كنتش متصور ان افكر في الجواز بعد العمر ده كله. لكن سونا باخلاقها وطيبه قلبها هي اللي خلتني افكر اغير رايي، لدرجه ان انا مش قادر استنى القضيه ما تخلص وكلمتها. وان شاء الله بكره تتجوزوا وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا. لسه هنخلف تاني؟ يا سلام، وما تخلفش ليه؟ طب تتصور بقى انت وانت عندك ولاد كده وبيلعبوا مع اولادي، بقى يبقى شكلهم ايه مع بعض؟ قول لي بقى، هي فين العروسه النهارده؟ ايوه، تلاقي عندها شويه مشغوليات لكن ضروري هتيجي. طبعا يا عم، ما هي خلاص ما بقتش قادره تستغنى عنك. بيني وبينك انا اللي ما بقتش قادر استغنى عنها. السونة دي اطيب قلب صادفته في حياتي. يا دلال هانم، انا خايف عليك صدقيني، ضميري ما يسمحليش اشوفك بتعرضي نفسك للخطر واقف اتفرج عليكي. انا ما بعملش حاجه غلط، ولا في حد فاهمك غير كده؟ ما حدش يقدر يقول انك انت بتتصرفي تصرفات غلط. لا، بتتصرف غلط. خروجك كل يوم غلط، رجوعك كل يوم في وقت متاخر غلط. ضروري البوليس مراقب الفيلا وعنده علم بتصرفاتك ديت. انا حره في تصرفاتي يا فندم. حره؟ لو ما كانش جوزك متوفي بقالوش شهر، المفروض ان انت في فتره الحداد. لا، يعني معنى كده ان انت مش حزينه عليه؟ في السعاده البوليس بقى عنده حق ان يشك فيكي ويستجوبك. انا ما عنديش حاجه علشان اخبيها عن البوليس. سيادتك متاكده؟ طبعا. مش كده يا شكري؟
طبعا ضابط المباحث عايز يقابل حضرتك استان. ضابط المباحث؟ ايوه. طيب قول له ان انا جاي حالا. مالك يا هان؟ مش بتقولي ما عندكيش حاجه تخبيها عن البوليس؟ اتفضلي شوفي عايز يسالك في ايه واتفضل حضرتك معاها. شكرا لي. انا ايوه مفيش داعي تخبي نفسك. انت اصلك ما عملتش حاجه، ولو البوليس عرف ان انت كنت هنا ومش عايز تقابله جايز يفكر في الموضوع بطريقه تانية مش في مصلحتك. اتفضل. تعالى يا شكري. فعلا يا حضره الضابط، الكلام اللي قاله لك مراد بالتليفون مظبوط. انا اعصابي ما تستحملش ابدا ان انا واجه المتهم اللي قتل جوزي. ايوه هانم، بس المواجهه دي لابد منها. الموضوع يا فندم ما بقاش محتاج مواجهه بينا. مش فاهم قصدك ايه يا استاذ شكري. دلال هانم لقى الدليل هيفيد القضيه جدا. شكري في حاجه يا هانم؟ كلام الاستاذ شكري مش صحيح؟ صحيح يا فندم، والدليل معاها في شنطتها. امال ايه الموضوع؟ اللي يشوف حضرتك بتزعقيله كده يقول انك عاوزه تخبي عن التحقيق الدليل اللي عندك. انا؟ وده معقول برضو؟ طيب يا فندم ممكن نشوف الدليل ده؟ طبعا. شنطتي جوه في المكتب. اتفضل. اتفضلي. استاذ مراد، انا كان ودي اقعد مع سعادتك لكن هي عندي ميعاد هام مع المحاسب. عن اذنك يا فندم. عن اذنك يا هانم. ايوه يا هانم. اتفضل. سيادتك هتاكد دلوقتي ان الفهم جاهد عن نفسه ما كانلوش اساس، وانه كان مخبي في التحقيق الدليل اللي ممكن يحط رقبته في حبل المشنقه. انت بتتكلم عن ايه يا استاذ شكري؟ عن الورق اللي مع سعادتك على وصل جواب المسوجر. دي ورقه فاضيه. الحمد لله. اهلا وسهلا، اي خدمه تحت امرك. شوكولاته البان بامبوني. ده بيان نخرس يا عبدو. الله، عندنا قرطم يخلي البغبغان ينطق. اجيب لك لباريس؟ انا مش عاوز اي حاجه. الله، ده نقطة. طب يا اخي ما تتكلم معانا من الصبح. حضره ضابط المباحث عاوزك في الاسم. باحث اسم. يا سيبتي، حصل ايه؟ جرى ايه؟ في ايه؟ عملت ايه يا عبدو؟ هعمل ايه يا نمره؟ ما معاك ليل نهار، هيكون في ايه يعني؟ اتفضل معايا. عبدو اتكلم يا عبدو، قول لو في حاجه مخبيه عليا صارحني عشان اجري الحق اشد لك محامي. محامي ايه بس يا نمره؟ ده انا عامل زي الاطرش في الزفه. طب بس فهمني يا حضرت عشان اتصرف. اتفضل معايا وحضرة الضابط هيفهمك في الاسم. يا مصيبتي يا مصيبتي، ده احنا ما صدقنا ان ربنا تاب عليك، هترجع تاني العنب ديبه. نمره اذا اتاخرت عليك يبقى الحقيني في الكراكون، هاتيلي عيش وحلاوه وصندوق دخان. انا جايه معاك، معقول اسيبك؟ تيجي معايا فين والكشك يا نمره؟ هو انت ما صدقتي؟ خلاص اجي معاك، انا مش هتاخر عليك، راجع لك حالا. اتفضل اتفضل. يا عيني عليك يا نمره، اعمل ايه بس يا ربي؟ اتصرف ازاي؟ ايوه ساعت، ايوه ساعت بيه. ما تخافش يا عبد. متشكر قوي ساعت بيه، ربنا يخليك، انا كده كويس. بس يا عبد انا عاوز ادردش معاك. ما سعدت بيه اي ضابط مباحث من زمايلك دردش معايا قبل كده، نهايه الدردشه دي بتكون اخرتها يا سنه يا سنتين سجن، اتسكهم من غير لا نقد ولا ابرام. وانت عملت حاجه؟ انا ما عملتش حاجه، انا مظلوم يا سعدت بيه والله اعلم. امال خايف كده ليه؟ اتعودت. صدقني مفيش اي حاجه بخصوصك، انا عاوز اتكلم معاك بخصوص الصلم جاهد. مال؟ اقعد بس. اقعد يا اخي اقعد.
انا عارف طبعا انك بتعز حضرة الصول زي عنا يا سعادة البيه، وطبعا تهمك مصلحته طبعا، ولو تقدر تساعده في القضية بتاعته من عناية. عظيم. حيث كده بقى انا عاوزك تقولي على كل حاجة بصراحة. صراحة الصراحة. ايه اللي تعرفه عن دلال؟ دلال؟ دلال مين؟ مراته. مرات حضرة الصول؟ مرات رأفت. رأفت؟ رأفت مين؟ القتيل. انه قتيل اللي حضرة الصول متهم بقتله. انا مش فاهم حاجة. عبده، احنا اتفقنا انك تتكلم بصراحة. صراحة الصراحة. وما ليه مش عاوز تقول اللي تعرفه عنه؟ اصل ما اعرفش حاجة عنه وما فيش حاجة بينه. وما ليه بتروح له البيت؟ هي مين؟ دلال. دلال مين؟ مراته. مرات حضرة الصوت؟ عبده. ما تلفش وتدور عليا يا عبده. عاوز تنكر انها بتروح للبيت؟ عاوز تفهمني انك ما شفتهاش عنده؟ انا يا عبده دي بتروح عنده وبتيجي عندك. الست اللي بتلبس جلابية بلدي وشعرها اسود وطويل. جلابية بلدي وشعرها اسود وطويل. سونا فوق يا نمرة، فوق يا بنتي. كوباية مية اوام. شوفوا لنا بصلة ولا حاجة. ايه بس اللي عمل فيها كده؟ مسكوه، حبسوه، خطفوه من قدام عليا يا حضرة الظابط. يا عيني عليك يا عبدو. بس يا نمرة، عبدو بخير دلوقتي، هيفرجوا عنه. لا حول ولا قوة الا بالله يا رب. بس. عاوز تفهمني ان مجاهد ما يعرفهاش؟ ولا انا سعادة البيه. رد على اللي بقولهولك يا عبده. مجاهد ما يعرفهاش؟ ما يعرفهاش يا سعادة البيه. ولا هو مفهمكوا كده؟ مفهمنا ايه؟ انا ما عملتش حاجه يا سعادة البيه. انا عارف يا عبده، عارف انك ما عملتش حاجه، وانا مش بتهمك بشيء، بس عاوز الفت نظرك لحاجه مهمه قوي. تحت امرك يا سعادة البيه. مش عاوز اي حد يعرف الكلام اللي اتقال دلوقتي، وخصوصا الصول مجاهد. مش من مصلحتك يا عبدو، انا بحذرك، وانت عارف اللي ممكن يحصل لك لو ما سمعتش الكلام. خلاص يا سعادة البيه، صم بكم ولا كلمة. يا مصدي، يا شمت العدوين فيك يا نمرة. يا بنتي هدي نفسك. انت خايفة كده ليه بس؟ دول خطفوه قدام عينيا يا حضرة الظابط. أأكد لك إن دي مجرد تحريات. تحريات عن إيه؟ ظهر يا عمي في سرقة حصلت في دايرة القسم، وبيسألوا المشبوهين. لكن عبده تاب والحمد لله. أنا فهمت علي كده ووصيته عليه، بس دي احتياطات، وإن شاء الله مفيش حاجة وحشة هتحصل. اسمع منه يا رب. في إيه يا حضرة الظابط؟ أبداً، شوية تحريات. يعني مفيش تهمة ولا حاجة؟ لا أبداً مفيش، ويقدر يروح معاك. احرمنا منك يا حضرة الصول. دلال ولا سونة ولا دي دلال؟ طب بلاش كده. ادي الصول مجاهد، وادي سونة. لا دي دلال ودي سونة. ايوه كده مظبوط. طيب يا ترى الصول مجاهد كان بيعرف مين فيهم الاول، دلال ولا سونة، ولا كان بيعرف الاثنين سوا؟ يا عم مجاهد ارحمني وقولي بقى، انا تعبت خلاص. عبدو، ها؟ انت جرالك ايه يا عبدو؟ غصب عني يا نمرة، غصب عني. الكلام اللي سمعته يطير مخ 100,000 راجل عاقل. سمعت ايه يا عبدو؟ سمعت يا ستي ان لا مفيش حاجة يا نمرة، مفيش حاجة. انت بتخبي عليا يا عبدو؟ اصله اكد عليا اني ما اجيبش سيرة لاي حد. مين ده؟ حضرة الظابط. عبدو، ايه الموضوع؟ لا مفيش حاجة يا نمرة، مفيش حاجة خالص. المرة لك كنت طبيت في مصيبة، ما انا عارفاه. مش انا، ده حضرة الصول. ايه ماله حضرة الصول؟ حضرة لا مفيش حاجة. بتداري عليا يا عبدو؟ انت من امتى بقى بتخبى عليا؟ ده انا سرك، ده انت الحلة وانا غطاه. قول يا عبدو، قول. ايوه انا هقولك على كل حاجة يا نمرة، بس اعملي معروف، اوعى تجيبي سيرة لأي حد. احسن ده سر خطير قوي. سر؟
عن مين؟ عن حضرة السم جاهد والست مرات القتيل. مراد؟ افندم يا هان. فين الورقة؟ ورقة؟ ورقة ايه يا فندم؟ انت فاهم كويس انا اقصد ايه. احب الفت نظر سعادتك اني احيانا بدن تبني حالات الغباء الشديد. مراد، الورقة اللي كانت في شنطتي وما كانش في حد في اوضه المكتب غيرك لما انا خرجت علشان اقابل ضابط المباحث. ايه ده؟ سيادتك بتتهميني؟ انا حرامي؟ اخر حاجة كنت اتخيل اسمعها بعد خدمتي الطويلة ليكي واخلاصي ووفائي للمرحوم اللي مات قتيل. انا حرامي؟ اخس، انا في غاية التأثر، الله يسامحك. مراد ما تجننيش، الورقة دي انت عارف كويسة تبقى ايه بالنسبة لي. طول ما سرك مع مراد ما تخافيش، اطمني ما بينا اتفاق، وانا راجل بحترم كلمتي قوي. لو ان اتهامك ليا كان ممكن يخليني ازعل قوي واوصل مشوار صغير لغايه البوليس، لكن ضميري ما يسمحليش، وانت عارفه مفيش حاجه معذباني في دنيتي غير ضميري. ممكن اروح؟ دلال ولا سونا؟ مش عبده كان بيعمل كده؟ دلال ولا سونا؟ سونا ولا دلال؟ واد الصلم جاهد، والصلم جاهد لو كان يعرف ايه اللي خلاه ساكت لحد دلوقتي، وما كانش يعرف لازم يعرف عشان ياخد باله. نمرة، سلامة عقلك يا نمرة. هو انا بقى في عقلي بعد اللي قلتهولي يا عبده؟ بقى سونا. وطي صوتي، مش عايزين حد يسمع. ما هو مش معقول ابدا يا عبده نسيب الصلم جاهد على عماه. يعني ايه؟ يعني ايه اللي يخلي دلال تبقى سونة؟ اهو ده اللي مش قادر افهمه. 100% الست دي مدكنا له على مقلب علشان يطب فيه. فكرك كده؟ طب انت عندك بقى سبب تاني غير كده؟ لا، هو كده. الست دي اكيد محضره له مصيبه علشان ما يعرفش يخرج منها. طب والعمل يا نمر؟ هنسيب الراجل يتسوح ونقف نتفرج عليه؟ وانت لو قلت له انت اللي هتتسوح وكل الدنيا هتتفرج عليه. عبده، اهلا، ده اسمه مختار. اهلا يا سعيد. ايه يا عمر الورد، في ايه؟ انا سمعت في الشارع ان البوليس علقك، ما هنش عليا روح غير لما فوت عليك. حصل ايه يا عبده؟ ابدا، اصل حضره الصلم، حضره الصلم جاهد كتر خيره كتر خيره، هو اللي خرجه من المصيبه دي. مصيبه؟ وجوزك عمل ايه؟ لا يا اخويا، انا جوزي ما عملش حاجه، انما ابوك انت بقى. ايوه ابوك حضره الصلم جاهد، ربنا يكرمه ربنا يرضى عليه. اصل كنت عملت حته مشكله كده ورحت القسم حجزوني هناك، هو جه ضمني وخلاهم طلعوني على طول. الله، ايه الحكايه؟ انتوا مالكم؟ لا لا، مفيش حاجه خالص خالص، مفيش. لا، واضح ان في حاجه وانتم مخبيينها. اسمع، تعال عبد، تعال. نعم، تعال. يا روح هنا. طب ايه بس؟ طب استني بس، تعال لي هنا. ايوه، قول لي كل حاجه. قول في ايه انتم مخبيين حاجه؟ قول وبصراحه. انا هقول لك كل حاجه بصراحه. حضره الصلم جاهد كان حاطط ايده في الموضوع من ساعه ما مسكوك لحد ما سابوك. ايوه، انا هسيبوه لنا. ايوه كده. طب كويس برضو ان اطمنت عليكم. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا مختار. ده كلام يا نمرة؟ ايه في ايه؟ كنت حطب قدام الجدع وتقولي له كل الكلام وتودينا انا في داهيه؟ انا اللي كنت هوديك في داهيه ولا لسانك اللي ما بيصونش سر؟ ايه؟ انت بتتكلمي جد يا عفت؟ العريس قاعد قدامك اهو، اساله. الله 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 الله، انت هتكعبلت يا حضرة الصلم. اختشي يا ولد عيب. انما والله الست سونا دي برافو عليها، صحيح انها عرفت تجيب رجلك. انا ما كنتش اتصور ابدا ان في واحده ست ممكن تخليك تغير رايك بعد السنين دي كلها وتفكر في الجواز. اعملها لي حكايه بقى وافضحني في الشارع. والله ان كان عليا انا عايز اجيب ميكروفون واقول في كل حته، لكن مش وقته بقى. طيب بقى، عن اذنك 5 دقايق. ايه، رايح فين؟ اكيد العروسه زمانها جايه، او اظن تبقى عيبه كبيره قوي في حقنا لو جت ما لقيتش ولو ازازه شربات. تعالى هنا يا ولد، تعالى هنا.
انت عاوز الناس تقول عليا ايه وانت داخل بيته في ايدك ازاز الشربات وانا في الظروف اللي زي دي؟ لا 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 يا عم مجاهد، انت في الظروف دي تسكت حضرتك خالص وتسيبني انا بقى اتصرف. الله، هو انا عندي كم اب هجوزه يعني؟ عن اذنك انا راجع هوا. شايف اخوك وعمايله بقى؟ ما يصحش كده، ما يصحش. ايه بتقول؟ ايه حضره السون ومين؟ وسونه ايه؟ انتوا ما تعرفوش سونه؟ ها، عارفينها عارفينها كويس قوي. طيب امال مستنيين ايه بقى؟ مش تروحوا تبكلوا؟ واجب طبعا نبارك له. مش واجب نبارك له يا نمره؟ ما كناش نبارك لحضره الصل والست سونه، امال هنبارك لمين؟ انما انت عبده، كنت تتصور ان ابويا ممكن يتجوز بعد السنين دي كلها؟ عرفت توقعه، بس احسن برضو، خليه يشوف نفسه حبه. كفايه بقى السنين اللي ضيعها دي عشان يربينا. عبده الراجل مستنيكوا. ها، السلام عليكم. مع السلامه يا سي مختار. سمعتي؟ هيتجوز سونه. الحكايه دي مش هتخلص على خير. اسمعي، انا حاسس ان المصايب هتتدربك واحده ورا التانيه. الواحد يقفل عليه بابه احسن. مجاهد ودلال هيتجوزوا؟ دي الاخباريه اللي جاتني يا فندم. في الحاله دي تبقى المساله اتضحت. طبعا دلوقتي قدرنا نعرف الدافع على ارتكاب الجريمه. مجاهد ودلال بيحبوا بعض، قتلوا الزوج عشان يخلالهم يتجوزوا بعض. بس في نقطه ناقصه ومهمه جدا. ايه هي؟ ازاي واحده غنيه وطول عمرها عايشه في مستوى معين زي دلال توافق على الجواز من واحد على قد حاله زي مجاهد؟ وبعدين ازاي وامتى عرفوا بعض وحبوا بعض واتفقوا على الجريمه؟ دلال وصل من اوروبا ما بقالهاش شهرين، ومجاهد ما سابش مصر ابدا. يبقى ازاي؟ اتفضلوا. يزيد فضلك. اتفضل يا عروس. تشكر. اشرب اشرب يا حضرة الصول. عقبال كده ان شاء الله ما نشرب شربات اولادك. مش احنا يعني انا وعفت، لا اولادك بقى جيل جديد. اولادك انت وابن سونا يعني في حياتك يا باشمهندس. مجاهد، انت مش شايف انك اتصرحت انك قلت للولاد الحكايه ديت؟ لا، ما هو اصل احنا بابانا ده راجل فتان. اللي في قلبه على لسانه على طول، خصوصا معانا. وبعدين يعني حضرتك متصوره انه كان هيخبي علينا خبر عظيم زي ده؟ ما احنا كنا لازم هنعرف. ايه لازم هنعرف؟ احنا هنعمل سهريه وهنقف بقى. يلا على الحمام، سايب لك انا فانيلا برقبه عشان تاخديها في امي. يلا. حاضر عن اذنك، بس هعمل شاي الاول. اعملي شاي وقهوه وطبخي، اعملي كله. يلا نشربنا. اهلا اهلا بيكم، فرحان بيكم قوي. انا ده يوم من اسعد ايام حياتي. انا عايزكم كده تاخدوا بالكم من بعض يعني وتهتقوا. انا هنزل بقى اروح الورشه. العصافير مش عايزين اي حاجه من تحت؟ عاوزين سلامتك. تجننوا، انتوا زي العسل وانتوا صغننين قاعدين مع بعض. باي 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 يا حبيبي. مجاهد، انا جايه لك المره دي وعارفه كويس ان البوليس مراقبك. يعني ايه؟ يعني عايزة اقول لك ان في خطر عليا من مجيتي هنا. خطر؟ خطر من ايه؟ القضية دي تخصني انا وانا المتهم فيها. ايوه، بس عايزة افهمك ان انا جاية لك في موضوع مهم جدا ومفيش حاجة تهمني اكتر منه. خير يا سونا؟ يستحسن ان احنا نخرج نقعد في اي حتة. طب دقيقة واحدة اغير هدوم. اتفضل.